هذا البرنامج برعاية اهلا بكم من جديد وانضم لنا في هذه الفقره كريم توكا لاعب نادي النصر للتعدين السابق مواليد 98 ولاعب نادي جولدن حالي. اهلا بك يا كريم. اهلا بك يا شيخ، منورنا. الحمد لله كابتن منور، ربنا يخليك. قول لي بقى، يعني رحت بدايتك بدات ازاي في الاول خالص، بدايه لعب كره القدم؟ بدايتي كانت في مركز شباب سوهاج، انا اصلا من مدينه سوهاج يعني. خدت فتره هناك، لعبت دوري. بعد كده جيت هنا القاهره، كابتن يحيى السيد نادي الترسانه. بس انضميت معاه، ومن الترسانه بدات بقى ترجي. بعد كده خدت فتره في انبي كابتن فتحي عماشه. كابتن محمدين. تمام. بعد كده بعد الترجي خدت فتره في اتحاد الشرطه مع كابتن طارق عبد الله. بعد كده اسوان. تمام. بس كنت في فتره اسوان يعني كنت ماشي مع الزمالك ان انا هتأيد، بس حصل دروب كده فروحت اسوان. بعد كده نصر التعدين. نصر التعدين، انت من سوهاج اصلا؟ من سوهاج. من سوهاج. عملت يعني النصر التعدين قعدت فيها قد ايه؟ يعني ما فيش، هو الدور الاول. الدور الاولاني. الدور الاول السنه دي. مشيت من هناك ليه؟ بعد المسافه. انت قاعد في القاهره؟ قاعد في القاهره. هما بيتمرنوا في اسكندريه. بيتمرنوا في اسكندريه. بعد المسافه وطبعا بتاثر عليا فنيا. وما كانش في ظروف ملائمه ان انا اكمل مع الفرقه يعني بقيه الموسم. رحت جولد. رحت جولد. رحت جولد ازاي؟ كان كابتن مصطفى صالح وكابتن سامح كانوا مكلميني. كنا عارفين ان انا خلاص يعني الموضوع هيبقى صعب شويه في التعدين. ان انا اكمل معاهم بقيه الدور الثاني ده وخلاص برضه. الثاني. تمام. بس وكان ناس كلمتني وانا رحبت بالموضوع وكنت معاهم. مرتاح انت بجولد؟ لا، هو فتره انتقاليه يعني خلاص الدوري فنش ان شاء الله، من السيزون الجديد في حاجه جديده كويسه ان شاء الله. انتوا بداتوا 98، رحت 98 جولدي، كانوا بيلعبوا ايه؟ كانوا بيلعبوا منطقه. بيلعبوا منطقه. بيلعبوا منطقه. الفرق اللي كانت بتلعب مع 97، كابتن مصطفى صالح وكابتن سامح. انت بتلعب مع السبعه ولا الثمانيه؟ مع السبعه. انا 8 بس بلعب مع السبعه. السبعه بتلعب منطقه برضه. بتلعب منطقه. عملتوا ايه في دوري المنطقه؟ عملنا ايه في دوري المنطقه؟ حاليا فنشنا الدوري خلاص، ماشيين اول. يمكن البطوله خلاص خلصت، كان اخر ماتش العمرانيه. وفنشنا الدوري واحنا ماشيين اول الحمد لله. تمام. انت اهم اللعيبه اللي عندك في الفريق في 97 بقى؟ في لالا. اللاعبين المميزين يعني، الناس اللي بتلعب جنبي كويسين. في ربيع، في اكتر من حد يعني. قول لي اسماءه. في لولا وربيع وعلاء. في محمد السيد. في احمد غزالي. يعني لعبه كويسين. طيب هناخد واحد من المدربين بتوعك ومن المدربين المحترمين جدا ورؤساء قطاع الناشئين المحترمين جدا في مصر، الكابتن احمد فواز. اهلا بيك يا كابتن احمد. الو كابتن احمد، منورنا. ايوه، مين معايا؟ الو الو كابتن احمد، محمود الشيخ. الو، انت على الهواء يا كابتن احمد معانا. الله يخليك، الله يحفظك كابتن محمود. اخبارك ازاي؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الله يخليك يا رب كابتن محمود، اخبارك ايه؟ منورنا والله. الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ ومعانا كريم توكا، كان بيلعب معاك في النصر مواليد 98. كريم توكا لعيب كويس. ممتاز، ولعيب خلوق والله، لعيبه كويسه جدا الحمد لله رب العالمين. طيب قبل ما اسالك عن كريم، طمنا على قطاع الناشئين في النصر للتعدين. انت السنه دي عامل فرقتين وكنت بتكون فريق 2003، طمنا على القطاع يعني. السيزون تقريبا او الموسم قرب يخلص بالنسبه لك او تقريبا خلص، تقييمك ايه للقطاع السنه دي وهدفكم ايه وبتستعدوا ازاي للسنه الجديده؟ والله كابتن محمود يعني الحمد لله رب العالمين، احنا نعتبر عملنا انجاز تمام ببقاء فريق 99 في الدوري الممتاز. تمام. والحمد لله رب العالمين برضه الاسماعيلي خدنا عندنا كبار. تمام. والكابتن محمد عبد الجليل في مصر المقاصه برضه مكلمنا على ثلاث اربع اولاد مواليد 99. تمام. والحمد لله عندي في 97 خمس لعيبه طالعين فوق بيتمرنوا مع الفريق الاول، منهم اثنين اتعمل لهم عقود. والحمد لله رب العالمين يعني موسم طيب برغم سلبياته وبرغم ان احنا لسه بادئين في فتره وجيزه بقالنا بتاع 3 4 شهور. تمام. لكن الحمد لله رب العالمين حاولنا نعمل المستحيل وانجزنا الحمد لله رب العالمين. اهم السلبيات اللي انت واجهتها السنه دي كانت ايه يا كابتن احمد؟ والله يعني السلبيات اللي واجهناها السنه دي الحكام. الحكام يا كابتن محمود بالامانه يعني كده مش عايز اقول لك، في وقائع حصلت ماتش سموحه. يعني الحكم اللاينز مان بيهرج ويضحك مع
مع الجهاز الفني والمباراه شغاله تمام، وضغطوا عن تسلل واضح لفريق سموحه، وللاسف الشديد الحكم مش عايز اقول لك والله. طيب استعداداتكم ايه للموسم الجديد؟ والله الاستعداد ان شاء الله باذن الله مستنيين مذكره السيد رئيس مجلس الاداره الباشمهندس عبد الناصر سلام، ان احنا نتوسع في عدد فرق قطاع الناشئين ان شاء الله باذن الله نعمل مدارس الكوره تمام، والناس مرحبه والحمد لله رب العالمين. بدانا الاستعداد الجيد فعلا، وبدانا نعمل مرحله 2003 كنا بنلعبوا نادي نجوم المستقبل كسبناهم 3-0 الاسبوع اللي فات، والسبت الجاي ان شاء الله عندهم الاهلي في مدينه نصر باذن الله، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله. كابتن احمد عايز اسالك عن كريم بقى، رايك في ايه؟ كان بيلعب معاك في الدور الاول، ومن المدربين انت اصحاب الفضل عليهم، رايك ايه في كريم؟ لا كريم لاعب مجتهد ولاعب خلوق، ومن اللعيبه الحمد لله رب العالمين ذو مهاره عاليه. الولد مهارته جيده جدا، عنده رؤيه كويسه في الملعب، عنده سيطره كويسه على الكوره، كنترول جامد كويس على الملعب. الحمد لله رب العالمين من اللعيبه اللي هي الواحد يعني شرف ان مرن كريم، لان كريم من اللعيبه المحترمه جدا من خلوقه، ويعتبر كريم من اللعيبه اللي هي يعني من الفئه الاولى. طبعا الاصابه اللي جات له ديت اللي بعدته شويه دي زعلتنا شويه. تتوقع ان يرجع تاني لمستواه ويتالق تاني بعد الموسم الجديد وبعد الاصابه اللي جات له؟ والله ان شاء الله باذن الله يا كابتن محمود، لان هو برضه من الناس اللي هي كويسه جدا، وبنحاول بقدر الامكان اللي احنا كريم نعرض له يعني يكون موجود معانا ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله يكون في الفريق الاول ان شاء الله باذن الموسم الجديد كده باذن الله ان شاء الله. توفيق كابتن احمد فواز رئيس قطاع الناشئين بنادي النصر للتعدين. كريم تعقيبك ايه على كلام الكابتن احمد؟ طبعا الكابتن احمد شخصيته محترمه، وانا فعلا بحير ان عمل القطاع فتره يعني قليله جدا، ما كانش في تجانس بين اللاعبين، دي برده كانت ما بين العواقب اللي عندنا في الفرقه. بس ان شاء الله الموسم الجاي هنبقى احسن يعني، وحاجه كويسه ان شاء الله. عندكم انتوا بقى عندكم كام فرقه في قطاع الناشئين في بولد؟ لا في قطاع كامل. قطاع كامل؟ في 97، في 8، 9، 2000، في براعنه. ولعبت كام ماتش السنه دي معاهم؟ لعبت 4 ماتشات لان انا جاي متاخر. يعني جيت قعدت يعني خلاص، كان في اخر يناير لعبت الماتشات الاخيره اللي معاهم دي. طيب تعال نروح نشوف تقرير للقناه والنصر 99، ده انت اكبر منهم سنه دول. تمام. قناه والنصر 99 في دوري القطاعات، والمباراه كانت قويه جدا وانتهت بفوز القناه 2-1، وقطاع الناشئين الحقيقه يعني في القناه مجموعه من الفرق المميزه، سواء فرقه 2000 او 99، كل الفرق في قطاع الناشئين في القناه السنه دي عاملين شغل كويس جدا. هنروح نشوف التقرير وهنرجع تاني. حطها بالفعل، مفيش تسلل، ادي التاني اهو، جون يا ولد، كان ممكن تروح اكتر من كده، لكن يا هذا على طول هقول لكم كده بعد الكوره ديت، ادي اسلام فارس، اسلام بيعلي كورته، ممكن الراسيه وحسن وصلاح، لكن بيطلع دي يا احمد، لكن صلاح بيعدي التاني، هنا فراشه اسلام فارس، لو عدى هنا شوف خروج من حارس المرمى، يا سلام، هنا على طول في دفع، سميته انا فراشه. استلام على طول تاني يا ولد لاحمد، احمد يا ولد، موسى احمد، زاهر الناحيه الثانيه لاسلام فراشه، اسلام ممكن جون ثالث، ولكن يا سلام هذا على طول الركنيه على الايمن البعيد الناحيه الثانيه، خطر يا ولد لعيب، هنا بيطلع لسه فيها خطوره، صالح والتصويبه، ولكن الركنيه الثالثه لصالح نادي النصر على الايمن قريب، والراسيه معديه، ولكن يا سلام يا معتز، وخطر، والتعادل هو التعادل، فرقتين كبار يا سلام على الكره، وهي احمد ابراهيم، هذه الاسلام تاني هطول حطها حلوه يا ولد يا اسلام، ممكن، لكن يا سلام هنا يتالق حارس المرمى حسن ناجي، ولكن في ايه هنا؟ في حاجه، هذه اعتقد انذار لحارس المرمى. 21 هيلعب الضربه الركنيه، وعلى طول على الايمن قريب، ونيران صديقه
هي نيران صديق اسلام عملها، ولكن يا سلام على الكوره وهي في الشبكه رايحه وجايه، وهدف تقدم لنادي القناه، هدف تقدم لنادي القناه هنا ليتية. على طول تاني اسلام وموسى، اسلام العرضية يا ولد يا اسلام تيا، وهو هو هو عرضياته بلسم، هو هو عرضياته بلسم، اسلام فارس وتيا هدف تاني. الحمد لله يعني ربنا كرمنا الحمد لله، وان شاء الله كلام كابتن ايكا قال لنا قبل الماتش ان احنا لازم نبقى رجاله ولازم نحقق مركز ثالث، لان احنا في اول الموسم ربنا ما كرمناش وكده، كنا ماشيين وحش، بس من اول الدور الثاني الحمد لله شدنا حيلنا، وقال لنا لازم نبقى كل الماتشات الجايه ان شاء الله فوز وان شاء الله. الحمد لله والله احنا اللعيبه اهم حاجه ان احنا كنا رجاله قوي، والحمد لله هارت لك يعني فرقه النصر فرقه قويه جدا يعني الحمد لله، فيعني انا بحمد ربنا على الاداء اللي احنا عملناه ده اللي احنا كسبناه في الماتش. كابتن نيكا كان بيقول لك ايه على الخط وانت رايح جاي؟ لا كابتن نيكا حتى لو عملت الغلط دايما بيحفزني، يعني الحمد لله انا بيني وبينه يعني معزه جامده قوي يعني ما بيكلمنيش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. هو فوز طبعا صعب، والنصر فريق قوي يعني متصدر المجموعه، فيعني احنا يعني احنا كسبنا متصدر المجموعه اهو، يعني احنا المفروض احنا اقوى. كسبتوا ماتش هناك وهنا وكسبناهم رايح جاي، يعني ده دول ان احنا يعتبر اقوى فريق في المجموعه، بس هي للاسف اول موسم حصلت ظروف معانا فما وفقتش. النهارده الكابتن ايكا يعني كان حاططني في نص الملعب، يعني هو رؤيته اللي هي ان انا في نص الملعب كويس. خدت السؤال مني، كنت لسه اقول لك ايه حكايه نص الملعب. لا لا هي دي بتبقى رؤيه الكابتن ايكا، يعني الكابتن ايكا ميزته ان هو بيحب يلعب الفريق لاعب في اكثر مكان، ان اللي هو يبقى ليه كذا مكان في الملعب. ما شاء الله اديت النهارده في نص الملعب. الحمد لله يعني هي بتبقى رؤيه الكابتن ايكا، وانا اتمرنت على المكان ده فتره، حتى الموسم اللي فات لما كان الكابتن ايكا معانا كنت بلعب في المكان ده برده شويه، فيعني ليا يعني ليا رؤيه الملعب المكان ده شويه يعني. فالحمد لله يعني احنا بنشكر الكابتن ايكا الموسم اللي هو قضاه معانا، والكابتن احمد صلاح والكابتن الدكتور جمال والكابتن كوكو شريف مدير الاداري بتاع القطاع. كريم بتلعب في اكتر من مكان؟ طبعا بلعب بلاي ميكر، بلعب هاف، ممكن العب ديفندر، وممكن احيانا باك ليفت. اكتر مكان بترتاح فيه ايه؟ بلاي ميكر، صانع العاب. صانع العاب المكان اللي بلاقي نفسي فيه، لان انا بقدر انقل الفرقه في الثلث الاخير يعني كويس الحمد لله. عندك انت مميزات، شايف مميزات صانع الالعاب موجوده فيك؟ او اهم حاجه بتميزك ايه؟ بلعب برجلي الاثنين، بس الاكتر الشمال طبعا الاساسيه. بيبقى عندي رؤيه كويسه ان انا اقدر اطلع الفرود، يبقى يعني واحد على واحد. بس وعندي السرعه والمهاره الحمد لله، وبقدر ادوس على كورتي. انت قلت لي كان ليك تجربه في الزمالك ولكن ما كملتش. كان ليا تجربه مع كابتن تامر عبد الحميد، كابتن بشير التبعي. خدت فتره كويسه معاهم، فتره اعداد، بس ساعتها كانت القايمه خلاص يعني كانت ما فيش مكان في القايمه. وكان في الدرجه الاولى في اكتر من حد باك ليفت، وكان برده في 97. تمام. فبالتالي ساعتها ما كانش فيه يعني نصيب ان انا اكمل معاهم. رحت بقى جولدي، بتلعب زي ما قلت لي 97 دوري المنطقه. دوري المنطقه. انت شايف الدوري عامل ازاي وتقييمك ليه عامل ازاي؟ لا دوري المنطقه من الدوريات اللي هي يعني تحصيل حاصل، لان انت عندك دوري الجمهوريه طبعا كل العيون عليه، وعندك القطاعات، فكان هو دوري تحصيل حاصل. والفتره دي ان انا رايح يعني لسه برجع. عشان الموسم الجديد بقى. طب دي حاجه كويسه ليك ان انت ترجع يعني طبعًا ترجع في الحمد لله يعني مش قويه قوي، ماتشات مش قويه قوي. الحمد لله بنزل مستوى يعني خلاص يعني. ده كان كانت ايه الاصابه اللي جات لك؟ كان عندي وتر اكيلس بس. تطول معاك شويه؟ لا لا لا. كانت فتره قليله. رجعت زي ما كنت ولا لسه محتاج شويه؟ الحمد لله تمام. طيب انا عارف برضو ان انت يعني متجه لمجال التدريب، وانت ده حاجه كويسه لسه بتلعب، ولكن برضو بتفكر في مجال التدريب من دلوقتي. طبعا حاليا في الدوره الاساسيه شغالين فيها. تاخد يعني الدوره الاساسيه؟ باخد الدوره الاساسيه. هي مش تبع المنطقه ولا تبع ايه؟ تبع نقابه المهن الرياضيه. نقابه المهن. تمام. فهي مش موضوع التدريب، هي موضوع ان اللاعب لازم يكون مثقف، اللاعب بياخد على ثقافه وكده كده. عندك الفتره دي الدرجه كلها بتفنش. فطبيعي انت اوريدي هتكون فاضي يعني. فلازم اخدها عشان ابقى مدرب يعني في المستقبل او لاعب مثقف. انت طموحك في المستقبل انك تتجه للتدريب؟ لا بس لسه بدري، لسه رجلي في الملعب. طبعا انت لسه يعني لسه 18 او 19 سنه يعني. طبعا لسه يعني عندي طموح كتير في الدوري المصري. انت طموحك ايه عموما؟ لا طموحي حاليا ضم المنتخب المصري طبعا، اي حد يعني ليه الشرف انه يلبس الفانله دي. ويكون ليا نصيب ان انا احترف بره. دي صور ليك ايوه وانت بتتكلم. ده مع المستشار عبد الله هارون. ده في مصر التعديل، مصر التعديل رئيس النادي. مشرف على الكوره.
ده كابتن مجدي عبد الغني في استاد اسوان كان شادي بيا بعد الماتش. دي التمرينه. تمام. دي في الدوري السنه دي. طيب دي جايزه احسن لاعب اخلاق في الدوري. رحت انت بتتكلم انك يعني ليك طموح انك تتواجد في المنتخبات الوطنيه. اكيد طبعا. انضميت قبل كده معسكرات او المنتخبات؟ كان ليا تجمع مع دكتور جمال محمد علي. منتخبات 98 اللي ما كملش. ما كملناش. رحت تجمع واحد. وقعدت في التجمع ده. قعدت في التجمع طبعا مع اللعيبه. كنت وقتها كنت بتلعب فين؟ وقتها كنت في الترجي. بس حاجه كويسه انت بتلعب فرقه الترجي، فرقه مش كبيره قوي. كنا قطاعات. فكان برضه لكن ان هو يضمك من فرقه زي الترجي دي حاجه وكان دوري الجمهوريه ما كانش فيه بطوله دوري الجمهوريه. كان كله قطاعات. كان قطاعات. طيب انت يعني برضه نفسك تكمل هنا في مصر ولا تحترف ولا؟ اكيد طبعا لازم اعمل اسم كويس في مصر واقدم نفسي في الدوري ممتاز من خلال نادي محترم واثبت نفسي هنا، بعد كده يكون لي شق ان انا احترف بره ان شاء الله. مثلك الاعلى هنا في مصر مين وبره؟ لا هو اللاعب اللي انا بحبه او المفضل ان هو بيقدر يطور من ادائه وبيقدر يحسن من نفسه محمد صلاح. شايف اداك بيشبه له او حاجه زي كده؟ في ان هو عنده، هو لعب كويس سريع. عنده المهاره يعني بيستجيب بسرعه ان هو يطور من ادائه. طيب انت المدربين اللي ليهم فضل عليك او اللي بدات معاهم من اول ما بدات لحد دلوقتي؟ طبعا كابتن يحيى السيد نادي الترسانه. كابتن سامح في جولدن الراجل واقف جنبي. كابتن احمد فواز. طبعا في حد مش عايز انساه يعني ليه الفضل عليا حبيبي كابتن مصطفى نجم. تمام. اداره نادي اسوان يعني من الشخصيات المحترمه والناس اللي اكتر من اخويا. كابتن باسم دنيا. مش عايز انسى حد يعني دكتور علاء. كل الناس دي اشتغلوا معايا. خدت خطوه انت في الموسم الجديد هتعمل ايه ولا لسه بادر على الكلام؟ في اكتر من حد مكلمني. ان شاء الله الموسم الجاي في حاجه كويسه ان شاء الله، بس يعني لما يحصل رسمي ان شاء الله هعلن عنها. انت في قطاع الناشئين في جولدي برضو انت بتقيم التجربه دي كلها على بعضها ازاي؟ تجربه كويسه طبعا ان انت تبدا في دوري قليل شويه. بتلعب طبعا من غير ضغوط، مفيش ضغط عليك، انت بتلعب كويس وبتأدي كويس، بتأدي اللي عندك وبتطلع الكره اللي عندك. تمام. بس يمكن الوقت اللي انا جاي فيه خلاص كان الدوري بيفنش. بس هي يعني محطه ان انا ان شاء الله الموسم الجاي حاجه كويسه ان شاء الله. كلمه اخيره يا كريم تقول ايه؟ طبعا بشكر الناس اللي في جنبي. بشكر والدي ووالدتي، الناس اللي فعلا فضل عليا، اخويا فارس، دكتور علاء عمي. تمام. بشكر احمد زيكا، كل الناس اللي يعني لهم الفضل عليا ان انا ابقى. كل الناس اللي عندي يعني كل الاسماء اللي انت عايز تقولها. بشكر احمد الغزالي صاحبي ومن اكتر الناس بتقف جنبي دايما، لاعب اتحاد الشرطه. وباسم دنيا. والدي ووالدتي وكل الناس اللي شايفه كريم ان هو حاجه كويسه، وكل المدربين اللي اشتغلوا معايا. طبعا مش عايز انسى حد من اول ما كنت براعم لحد اهو يعني ان شاء الله خلاص دخل على الفريق الاول. انت شايف ان الفتره الجايه برضو يعني انت شايف الفتره الجايه انت فين او انت شايف مستقبلك ازاي؟ الفتره الجايه ان شاء الله لازم اكون في حته فريق اول ممتاز الف ان شاء الله، ممتاز ب لان السن بتاعي بيحكم عليا كده، وان شاء الله اكون في حته كويسه. بالتوفيق كريم توكا احد اللعيبه المميزه واحد اللعيبه اللي بنتنبأ ليهم بمستقبل جيد في الكره المصريه. الحقيقه يعني المدربين اتكلمت عليه كويس جدا قبل ما يجي معانا، الكابتن احمد فواز اتكلم عليه كويس، الكابتن سامح اتكلم برضو عليه كويس جدا وقال انه من افضل اللعيبه اللي عنده في الفريق. حاولنا نجيبه على التليفون لكن يعني ما عرفناش نجيبه، كان تليفونه غير متاح. بنتوقع ليه احنا والمدربين ان هو يكون في فريق كويس السنه الجايه ان شاء الله. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نستقبل في اخر فقرتنا الكابتن تامر ممدوح المدير الفني لنادي جولدي مواليد 2000 ومعاه ادهم علي الشريعي وزياد الجبري. البرنامج برعايه